في قرية صغيرة وفوق تلة خضراء كانت تعيش شمس. أحبت قريتها التي تدعى زينة الغابات. كانت شمس تعيش مع جدها وجدتها. شمس فتاة تحب المغامرات ولها أحلام عجيبة. وفي يوم من الأيام هب إعصار كبير على القرية. حلمت شمس أن الإعصار اقتلع البيت من أساسه وحملها مع كلبها إلى مكان بعيد. وصل حلم شمس إلى بلاد واق الواق البعيدة عن قريتها. أهلا وسهلا بك أيتها الآنسة الصغيرة، نحن نحبك لأنك أرحتنا من عجوز الغرب الشريرة، ولهذا جاء سكان شرق الواق الواق لتحيتك. أنا أرحتكم من عجوز الغرب الشريرة؟ لا أفهم ما تقولين. ظلمت عجوز الغرب الناس كثيرا، ولكن بفضلك الآن تحرر 3/4 السكان في هذه البلاد البعيدة والتي تدعى بلاد الواقواق أيتها الفتاة البطلة. أنت أيضا من بلاد الواقواق؟ نعم، وأنا عجوز الجنوب يا آنستي. ماذا؟ عجوز الجنوب؟ في بلاد الواقواق تعيش 4 عجائز، 2 في الغرب والشمال وهما سيئتان، و2 في الشرق والجنوب وهما طيبتان. أريد أن أعود إلى قرية زينة الغابات. يا للأسف يا صغيرتي الشجاعة البطلة، لن تستطيع مغادرة بلاد الواق واق بعد الآن، فهذه البلاد تحيط بها الصحراء من كل الجوانب ولم يتمكن أحد من اجتيازها أبدا. أما من وسيلة لعودتي إلى قريتي؟ يقال إن هناك وسيلة واحدة. ها؟ اذهبي إلى مدينة عرق السوس واسألي عن السيد شيكو بيكو وهو سيساعدك. شيكو بيكو من مدينة عرق السوس؟ أجل، أسرعي إليه وسأعينك على ذلك. والآن أنت قوية. قبلت عجوز الجنوب جبين شمس، وهذا يعطي القوة في بلاد الواق الواق. وبعدها أهدتها حذاء متينا لقطع المسافات، ثم دلتها على الطريق المؤدية إلى مدينة عرق السوس. مشت شمس حتى حل الظلام، فقضت ليلتها في كوخ أحد الفلاحين الطيبين، وفي الصباح تابعت المسير. يا صغيرة، الفزاعة تتكلم؟ آسف، أرجو المعذرة، أنا أقف هكذا كل يوم وقد مللت الوقوف. إذن سأنزلك من مكانك حالا. شكرا، هذا أفضل، أشعر بأنني ولدت من جديد. والآن من أنت وإلى أين تذهبين وحدك؟ أنا اسمي شمس، ذاهبة إلى مدينة عرق السوس لأسأل عن السيد شيكو بيكو هناك. وأين تقع هذه المدينة؟ ألا تعلم أين تقع المدينة؟ وكيف أعلم ورأسي مليء بالقش وفارغ من العقل؟ ليس لديك عقل؟ هذه مشكلة كبيرة. اسمع هذه الفكرة، ما رأيك أن تذهب معي إلى مدينة عرق السوس؟ فقد يستطيع السيد شيكو بيكو مساعدتك. إن كان سيصير في رأسي عقل فسأذهب معك. وبذلك صار الفزاعة صديقا جديدا لشمس، وكان يستطيع أن يرى جيدا حتى في الليل، فقد لمح منزلا صغيرا في طرف الغابة فقضيا فيه ليلتهما واستيقظا باكرا وتابعا المسير. ها؟ كان هذا الرجل مصنوعا من الحديد. أصاب الصدأ مفاصل جسمي ولهذا لا أستطيع الحركة، فهل تستطيعين أن تحضري لي الزيت؟ لحظة واحدة. شكرا جزيلا لك،
لقد بقيت واقفا بلا حركة أكثر من سنة. أنت لطيفة جدا، هل أستطيع أن أرد إليك هذا المعروف؟ نحن ذاهبان إلى مدينة عرق السوس لنسأل عن سيد يدعى شيكوبيكو. وماذا تريدان من السيد شيكوبيكو؟ أنا أريد العودة إلى قريتي، والفزاعة يريد الحصول على عقل له. رائع، أريد الذهاب معكم ليساعدني السيد شيكوبيكو للحصول على قلب، هل تقبلان؟ لا شك أننا نرحب برفقتك، هيا بنا أيها الحديدي. وتابعت شمس رحلتها برفقة الفزاعة والحديدي إلى مدينة عرق السوس. ألم ترى الحفرة أمامك؟ رأيتها، لم أبتعد عنها لأنه لا عقل في رأسي، فهو محشوم بالقش. يجب أن تنتبه، انظر إلي، فأنا ليس لدي قلب وأمشي مشيا متوازنا، والقلب أهم من العقل. ولماذا أنت بلا قلب؟ كان هناك قلب في صدري، ولكنه انكسر عندما ماتت ابنتي الصغيرة أمام عيني، ومن يومها أعيش على ذكراها، ولكن بلا قلب أحب به الناس، ولذلك لا يحبونني. نحن نحبك أيها الحديدي. هل علمتما الآن لماذا أنا في حاجة إلى القلب؟ أريد أن أحب الحياة والناس ليحبني الناس. لم يدخل كلامك عقلي لأنه لا عقل لي. ها؟ كيف ستمشي معنا ولديك فردة حذاء واحدة؟ يبدو أنني فقدتها عندما وقعت في الحفرة، سأفتش عنها، لا شك أنها قريبة من هنا. أين سقطت يا ترى؟ سنجدها، لا تقلقا. مطاردته وإلا قضيت عليك أيها الوحش. أسفة جدا، هل أخافك كلامي؟ اسمي ورد، وقد تعرضت لهزة نفسية كبيرة، من يومها صرت جبانا على الرغم من قوة عضلاتي وقدرة جسدي، أريد أن أخفي خوفي وجبني وراء الصراخ والعض، أنا آسف. هل تذهب معنا إلى سيد شيكوبيكو لكي يرد إليك شجاعتك؟ وانضم ورد إلى قافلة الذاهبين إلى مدينة عرق السوس ليفتشوا هناك عن السيد شيكوبيكو لعله يساعدهم. واجهتهم في الطريق صعوبات كثيرة لا تحصى. وبعد عشرة أيام وصلوا إلى مدينة عرق السوس، وعند الباب سلمهم حارس المدينة نظارات خضراء ومفتاحا، ثم سمح لهم بالدخول إلى المدينة. سألوا عن السيد شيكوبيكو ووصلوا إليه. لا داعي لهذا الخوف، أنا السيد شيكوبيكو، فماذا تريدين؟ قلت لك لا داعي للخوف، هيا قولي ما الذي تريدينه في الحال لكي أستطيع أن أساعدك أيتها الفتاة. أيها السيد المحترم، أريد أن أعود إلى قريتي، فهل تستطيع مساعدتي؟ ولماذا لجأت إلي كي أفعل ذلك دون غيري؟ لأنهم قالوا لي إنك الوحيد القادر على مساعدتي، ولذلك أنا هنا أيها السيد المحترم. جئت تطلبين أن أفعل هذا من أجلك، ولكن عليك بالمقابل أن تفعلي شيئا من أجلي أنا. وكيف أستطيع مساعدتك؟ أريحيني من عجوز الشمال. لكن هذا صعب. سمعت أنك قضيت على عجوز الغرب الشريرة بسهولة وبيسر، ومثلما أرحتنا من عجوز الغرب تستطيعين أن تريحين بسهولة من عجوز الشمال، وعندما تحققين طلبي أيتها الشجاعة البطلة أحقق طلبك. ظهر شيكوبيكو بصورة امرأة أمام الفزاعة وعلى شكل وحش أمام الرجل الحديدي، أما أمام ورد فقد كان كرة من النار، وقال لهم جميعا ما قاله لشمس. سنحاول تحقيق طلبه، هيا بنا. انطلقت شمس باتجاه عجوز الشمال، ولكن عجوز الشمال انتبهت عليهم عندما نظرت من كرة زجاج محفوظة في عينيها.
جاء دور عملك الآن أيتها الكواسر، انطلقي إليهم ومزقيهم. هيا. انهض يا ورد، ألست زعيم الغابة؟ أنا من سيتصدى لهم. لقد انتصرنا. لن تصمدوا طويلا أمام مكري، إليكم هذا، انطلقوا. سأتصدى لهم. إيه؟ انطلقوا. لم تنجحوا، سترون ماذا سأفعل. لبست عجوز الشمال قبعة الرغبات لأنها أرادت أن تدبر حيلة جديدة للأصدقاء، وطلبت القرود الطائرة، ولكن العجوز لا تستطيع استعمال قبعة الرغبات إلا 3 مرات في حياتها، وكانت هذه المرة الثالثة. والآن ما هو طلبك الأخير؟ الغرباء دخلوا أرضي وأريد التخلص منهم. حاضر. أستطيع أن أقضي عليك لأنك تحملين قلبا طيبا، هزمتنا. ماذا فعلت يا هذا؟ أنا لم أطلب إليك أن تحملها إلى هنا، بل طلبت إليك أن تخلصني منها. أعتذر عن تنفيذ طلبك أيتها العجوز. حذاء عجوز الغرب سوف أحصل عليه بأي طريقة. قررت عجوز الشمال الشريرة أن تجعل شمس تعمل عندها، ولكنها كانت لا تكف عن التفكير في حيلة تقتلع بها الحذاء. حصلت على الحذاء بما فيه من قوة. هيا أعطيني فردة حذائي بسرعة. هذا الحذاء من الآن فصاعدا حذائي، واحصلي أنت على حذاء آخر. يا لك من عجوز شريرة. ماذا فعلت؟ أنا مصنوعة من الجليد والماء يذيب جسمي. لقد انتصرت علي أيتها الفتاة. كان هذا مصادفة. الحمد لله، نجحت بالقضاء على العجوز. وبالقضاء على العجوز الشريرة تحرر وقاويق الشمال، وساعدوا شمس على رفع ورد من الحفرة التي وقع فيها، ثم أصلحوا الرجل الحديدي والفزاعة، وطلبوا إلى الحديدي أن يحكمهم، ولكنه فضل أن يعود إلى مدينة عرق السوس ليحصل على القلب أولا من السيد شيكوبيكو. لقد عدنا يا سيد شيكوبيكو. سيد شيكوبيكو، أين أنت؟ ماذا تريدين أيتها الفتاة؟ تخلصت من عجوز الشمال الشريرة كما وعدتك، وبقي عليك أن تعيدني إلى قريتي. وأنا أريد عقلا يا سيد. وأنا أريد قلبا. وأنا أريد الشجاعة. من أنت يا سيد؟
ألم تعرفوني؟ أنا المهرج الكبير شيكو بيكو. انظروا إلي جيدا، ألم تعرفوني؟ سأحكي لكم قصتي. بعد أن أكملت صنع المنطاد ركبته وحلقت به عاليا بين الغيوم والطيور. لم أشعر بنفسي إلا وقد وصلت إلى بلاد الواقواق. ظن الجميع أنني أملك قوة غامضة، ولذلك استقبلوني استقبالا حافلا ورائعا. وبعدها بنيت مدينة عرق السوس هذه ونصبت نفسك حاكما عليها. صحيح، كنت خائفا لأن العجوزين الغربية والشمالية لو اكتشفتا أن قوتي الغامضة مزيفة لقضتا علي، ولذلك فرحت جدا عندما سمعت أنك تخلصت من العجوز الغربية. ولهذا طلبت أن أتخلص من الشمالية؟ نعم، لم أتوقع أن تنجحي في ذلك. تخلصت منها كما وعدت، ولكن أنا لن أستطيع أن أفي بوعدي لكم. ها؟ إذا كنت تكذب علينا، يا لك من مخادع. لا، لست مخادعا، أنا إنسان جيد وأحب الناس، ولكنني لا أملك القوة التي كان الناس يظنون أنني أمتلكها. إذا لن أستطيع العودة إلى قريتي. ولن تستطيع أن تعطيني عقلا ولا قلبا ولا شجاعة. أعطوني مهلة حتى صباح يوم الغد. وأنت يا شمس. وفي صباح اليوم التالي أعطى الفزاعة عقلا ليس حقيقيا، وأعطى الرجل الحديدي قلبا ليس حقيقيا، وأعطى ورد شجاعة ليست حقيقية. وعندما انتهى من كل ذلك كان الجميع يشعر بالسعادة البالغة. كان السيد شيكو بيكو يرى أنهم كانوا مقتنعين بأنهم يملكون العقل والقلب والشجاعة، وهو الوحيد الذي يعلم أنها غير حقيقية. وبعد ذلك قرر شيكو بيكو أن يساعد شمس على العودة إلى الغابة، إلى قريتها. أنا مسافر أيها السادة، وإذا احتجتم إلى أي شيء فالرجل الحديدي يحكمكم في غيابي. وقبل أن تركب شمس في المنطاد هبت ريح عاتية حملته بعيدا. شمس! شمس! جلست شمس تبكي لأن أملها الأخير في العودة قد ضاع، ولكنها تذكرت قبعة الرغبات على رأسها، وفي داخلها قرأت نصوص الرغبات. لكنها وجدت أن القرد المجنح لا يمكنه أن يرجعها إلى بيتها في الغابة. لن أستطيع أن أعود إلى قريتي. لا يزال الوقت مبكرا على الاستسلام يا أنسة. لماذا لا تذهبين إلى عجوز الشرق وتطلبين مساعدتها؟ ماذا؟ عجوز الشرق الطيبة؟ سافرت شمس مع أصدقائها إلى مدينة التمر الهندي حيث تسكن عجوز الشرق الطيبة. ضاعت شمس في الغابة المتشابكة في أثناء رحلتها، ولكن الحديدي ساعدها ووجد الطريق الصحيح، ثم هاجمها عنكبوت ضخم، ولكن ورد الشجاع كان له بالمرصاد، وتحلقت حوله الحيوانات من جديد، فوعد بالرجوع إلى الغابة ليكون حاكما لها. وأخيرا وصلوا إلى مدينة التمر الهندي. لقد فهمت قصتك يا شمس، سأساعدك على تحقيق طلبك هذا. هل أنت جادة يا سيدتي؟ لكن على شرط، أريد أن تعطيني هذه القبعة قبل أن أساعدك. حاضر، تفضلي. خذي هذا الحذاء يا شمس لأنه سيساعدك ويساعد الجميع، فبه سيرحل الفزاعة إلى مدينة عرق السوس ليصير حاكما لها. وأيضا سيعود الرجل الحديدي إلى بلاد الشمال زعيما لوقاويقها. كل هذا يفعله الحذاء؟ أما أنت يا شمس عليك أن تستخدميه لكي تعودي إلى قريتك زينة الغابات. شكرا جزيلا لك. حان وقت الوداع يا شمس. سأشتاق إليك كثيرا. لن أنساك. وأنا أيضا. هيا يا شمس رافقتك السلامة. لن أنساكم أبدا يا أصدقاء، مع السلامة. هيا بنا. أريد العودة إلى قرية زينة الغابات. صغيرتي. كل هذا كان حلماً،
فقد نامت شمس تحت الشجرة هربا من الإعصار بعد أن خافت من قرقعة الجدران الخشبية.